الإزاري بقى يرسل ورق في شكل برغيات من جوا الكونغرس الأمريكي. شباب ديل الحقوم والليلة خلاص من الكونغرس ورق. يوم عندنا ركن في الجامعة أم درمان الإسلامية الصوفية وزعوا ورقة قالوا دي رسلها في نفس اليوم، رسل الإزارك من أمريكا فيها رد على أخواننا ديل، ورد باطل ساكت ما قال. قال مسألة في الميراث، أول حاجة أنت ما بترس الإزارك لأنك مشرك بشهادة القاضي، ما عندك ورثة ذات، لا ترث ولا تورث بنص الحديث. يا ما تضيع زماننا ساكت، مسألة في الميراث وما عارف ليك، أنت ما بترث لا بترث لا بتورث، برا انتهى الموضوع. ألا ده نمرة اثنين، نمرة ثلاثة الجرائد كاتبة أولاي وبيقوا تكفيرين وبيقوا داعش، العداد كله ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وأنا ما بتهمني إلا عودي بقدر ما إنه بتهمني بمثل ما جئت به.